إذا كان بلدك مهدداً بالماء، فإن المكان الأكثر أماناً للعيش هو على الماء. إنه ليس مركباً ولا منزلاً، إنه هجين. فوضى المناخ تحدث الآن، لن تحدث في المستقبل، ولم تحدث في الماضي، لكنها تحدث بالفعل. إنه مستقبل البشرية. سوف تواصل مستويات سطح البحر الارتفاع، لكن إلى أي حد؟ الأرض تزداد سخونة، القمم الجليدية القطبية تذوب. في غرينلاند والقارة القطبية الجنوبية يتراجع الجليد أسرع بست مرات مما كان متوقعاً. مستويات سطح البحر في أنحاء العالم آخذة في الارتفاع. جيومار مركز هيلمهولتس لأبحاث المحيطات يقع في كيل الألمانية. يعمل هنا واحد من أفضل خبراء المناخ في العالم، مجيب لطيف، يعلم تأثير الاحتباس الحراري في أسوأ الاحتمالات. هذه القمم الجليدية الضخمة تحمل كميات هائلة من الماء. تخيل أن تذوب بالكامل، عندها سوف ترتفع مستويات سطح البحر نحو 60 متراً. زيادة بهذا الحجم من شأنها أن تغير الجغرافية على الأرض بشكل جذري. قد يغرق الكثير من شمالي أوروبا، وربما تختفي هولندا تحت الماء. لكن حتى الزيادة الصغيرة سوف يكون تأثيرها كبيراً. سوف تغرق مدن كبرى في المناطق الساحلية ومناطق أخرى داخلية. يتضمن ذلك لندن، بوسطن، شنغهاي، واشنطن العاصمة، ومومباي. لن يحدث ذلك قبل عقود أو حتى قرون، لكن إذا لم نحد من الاحتباس الحراري لن يكون من الممكن إيقاف ذلك في النهاية. حتى إذا أوقفنا انبعاثات الغازات الدفيئة كلياً سوف يكون الأوان قد فات. صفائح الجليد الضخمة هذه هي أنظمة ديناميكية. إذا هوت أجزاء كبيرة منها في الماء سترتفع مستويات البحر كثيراً وبسرعة كبيرة. نعرف ما حدث عند نهاية العصر الجليدي الأخير، لا نعرف ما إذا كان ذلك قد يحدث اليوم. زيادة تصل إلى 1 متر أو حتى 3 أمتار هي أمر ممكن بحلول نهاية القرن. مستويات سطح البحر ترتفع، وفي النهاية قد يغمر المحيط الكثير من المناطق الساحلية. منذ القرن 19 ارتفع متوسط مستوى سطح البحر العالمي قرابة 20 سنتيمتراً. في جنوب المحيط الهادئ ترتفع مستويات سطح البحر مرتين إلى 3 أسرع من المتوسط العالمي. ربما تكون جزيرة توفالو أول دولة ستبتلعها الأمواج. يقع نصف هولندا بالكامل على ارتفاع 1 متر فوق سطح البحر، وربعها ينخفض عن سطح البحر. البلد محمي بنظام من الأراضي المستصلحة من البحر وبالحواجز والسدود. لكن إلى متى؟ تطور هولندا مفاهيم مبتكرة للتعامل مع الارتفاع المتوقع في مستويات سطح البحر. شمال أمستردام مشروع تجريبي لمجتمع من المنازل العائمة. ساشا غلاسل من الشركة المعمارية سبيس أند ماتر يعيش الآن مع أسرته في أحد المنازل العائمة. بدأت مبادرة بناء صغيرة في الاستحواذ على هذه المواقع منذ حوالي 10 أعوام. هناك مساحة تكفي ل30 منزلاً. المنازل العائمة هنا ليست شيئاً جديداً، لكن هذا المشروع فريد من نوعه. العيش على الماء أمر مذهل، إنه حلم يتحقق بالنسبة لي. يشعرني هذا المكان بأنه منزل لقضاء الإجازة. تعود من العمل وتشعر بالراحة كما لو كنت في إجازة. صمم ساشا المنزل بنفسه. هناك مساحة كبيرة للعيش موزعة عبر 3 مستويات. لن تجد هذا النوع من الراحة في المنازل العائمة التقليدية. رصيف الميناء هذا يربط المستوطنة العائمة بالبر الرئيس. لدينا وصلات مع الشبكة الكهربائية وأنظمة الصرف الصحي والمياه والإنترنت وما إلى ذلك. إنه مبدأ التوصيل والتشغيل، وهو بسيط ويعمل بشكل جيد.
الأمر مماثل للوصول بالعربة المتنقلة إلى موقع للتخييم، حيث يمكنك أن تكون متصلاً بالبنية التحتية بكاملها. يمنحك العيش على الماء الكثير من المرونة. يمكنك أن توسع المجتمع بسرعة أو تجعله أصغر. يمكنك إعادة تشكيله مراراً وتكراراً. لهذا المفهوم إمكانات كبيرة. تولد هذه المنازل العائمة الكثير من الطاقة بنفسها بواسطة الخلايا الشمسية. في الوقت الحاضر، هذا الموقع مخصص للسكن فقط، لكن ساشا يعتقد أن هذا قد يتغير في أحد الأيام. فكرتنا لا تقتصر على المنازل. يمكن أن تكون هناك أيضاً مدارس عائمة ومكاتب وأسواق، كل أنواع المنشآت. تقع شركة ووتر ستوديو المعمارية في بلدة رايزفايك. أسس الشركة كوين أولثويس. إنه مشهور في أنحاء العالم بتطوير حلول عائمة لمشاكل يفرضها التغير المناخي والتحضر. يدعون الناس المعماري المائي، وبالنسبة لي يعني ذلك أن تستخدم الماء لتصبح المدن أفضل. في جميع أنحاء العالم نحاول الاستفادة من الماء من خلال البناء عليه واستخدام مرونته وإنشاء مدن أكثر كفاءة وقدرة على التكيف. الهولنديون يروضون الماء ويكافحون المد والجزر منذ قرون. هولندا بلد اصطناعي، نحن نعيش أسفل مستوى سطح البحر، وما فعلناه هو بناء بعض الحواجز حولها وضخ الماء إلى الخارج، لذا أصبح بلدنا جافاً الآن. لكن مع التغير المناخي والمزيد من ارتفاع مستويات سطح البحر لا يمكننا الحفاظ على كل شيء جافاً. علينا أن نعرف الآن ما هي الخطوة التالية لأجل هذه الآلة المذهلة التي ندعوها هولندا، الأراضي المنخفضة. لكن إذا واصلت مستويات سطح البحر الارتفاع، ستكون هولندا من أوائل الدول التي يتعين عليها التعامل مع هذا التأثير. علينا هنا أن نبذل الكثير من الجهد للحفاظ على كل شيء جافاً، وأعتقد أن في إمكان المهندسين المعماريين الآخرين والدول الأخرى التعلم من الهولنديين أنه ليس في إمكانك الاكتفاء بالجلوس. عليك أن تفكر في الخطوات التالية في مدينتك وفي دولتك. نسمي هذا البناء من أجل التغيير، وهذا يعني أن علينا أن نكون مرنين. يجب أن نكون مستعدين من أجل أي تغييرات في السياسة والتكنولوجيا والمناخ وكل ما يحدث معنا، وبهذا علينا أن نحرص على قدرتنا على إنشاء مدن جديدة. أحد مشاريع كوين أولثويس هو مشروع بلو سيتي، أي المدينة الزرقاء، لتوسيع مدينة مكسيكو سيتي في البحر. البناء على الماء يتيح نقل أحياء بأكملها للاستجابة لتغير المناخ أو الظروف الاجتماعية الجديدة. كوين أولثويس متفائل، إنه يعتقد أن المعماريين ومخططي المدن سيكون لهم دور هام في مساعدة المجتمعات على التكيف مع ارتفاع مستويات سطح البحر. علينا أن نتعامل مع الطبيعة أيضاً، وعلينا أن نبدأ العيش مع الماء، وهذه هي اللحظة الأفضل لهذا النوع من الهندسة المعمارية العائمة. إن استغلال الماء للبناء عليه هو الأفضل، لأن الماء إذا كان يهدد مدينتك أو بلدك، فإن المكان الأكثر أماناً للعيش فيه هو على سطح الماء. هنا في منطقة آيبرغ في أمستردام، يعيش الناس في منازل وشقق عائمة. إنه عقار سكني نموذجي يتميز بتصميمات عدد من المهندسين المعماريين. الهياكل مثبتة بقاع البحر. بدل مرائب السيارات، توجد مراس للمراكب. يختلف الحي أيضاً من ناحية أخرى. إنه متصل بالبر الرئيس برصيف ميناء، والمنازل تطفو على الماء. إذن، كيف شيدت هذه الإنشاءات؟ نصنع أساسات عائمة من الخرسانة أو الفولاذ أو من عدة مركبات. يمكننا بذلك إقامة منصات عائمة كبيرة جداً، ويمكننا أن نبني على هذه المنصات أي شيء تقريباً، من الحدائق والمساحات الخضراء إلى المنازل والأبراج. يمكننا ربط هذه المنصات الكبيرة بمدننا على الماء، سواء على البحيرات أو الأنهار أو البحار، وبهذه الطريقة يمكننا استغلال المساحة المائية. يبدو كل شيء ممكناً على الماء. مجمع أوشن فلاور، زهرة المحيط في جزر المالديف، يضم 185 فيلا عائمة وملعباً عائماً للغولف
وهناك المجمع السكني سيتادل في هولندا سوف يستغل الماء لتبريد المباني، لذا سيستهلك طاقة أقل بنسبة 25% من المباني التقليدية. مخطط لمدينة كاملة عائمة قائمة بذاتها وتحتوي على الكثير من المساحات الترفيهية. تصميم لمسجد عائم في الإمارات العربية المتحدة. برج فندقي من 25 طابقاً في دبي يدور على أساس عائم. لكن كوين أولثويس مهتم بشكل خاص بشأن الفيلات المنفصلة. الفيلات العائمة وحدها لن تكون كافية. إذا أردت بالفعل معالجة مشكلة المساحة، عليك أن تستخدم الكثافة العالية، وهذا يعني أن علينا بناء أبراج عائمة. سوف تكون الخطوات التالية للمدن العائمة الأبراج العائمة متوسطة الارتفاع. نصمم الآن برجاً لروتردام، وهو برج مكاتب عائم متوسط الارتفاع من 8 طوابق، ونستخدم الخشب المغلف والسميكة من أشجار الساج الذي يرتكز على قاعدة عائمة كبيرة. يمكننا بذلك الوصول إلى نفس الكثافة السكانية تقريباً كما على الأرض. هناك فكرة بسيطة واحدة وراء نجاح شركة ووتر ستوديو عالمياً. يسألني الناس هل ترغب أنت في العيش على الماء؟ لدي عائلة، لدي 3 أبناء، وبالنسبة لي أرغب في العيش على الماء فقط إذا كانت جودة الراحة هي نفسها كما على اليابسة. لكن اليوم مع كل التكنولوجيا المتوفرة لدينا من الصناعة البحرية ومن صناعة السفن، يمكننا إنشاء منصات لا تشعرك أنك تعيش على الماء. هذا هو حاجز عرام العواصف في ماسلاند جنوب هولندا. حدث آخر فيضان كبير عام 1953، قتل نحو 2000 شخص، وقالت الحكومة الهولندية لن نسمح بحدوث هذا مجدداً. في أثناء العاصفة تحطم 100 كيلومتر من الحواجز وارتفعت بسرعة مستويات المياه إلى 3 أمتار. يقدر بأن 100,000 شخص فقدوا منازلهم. بعد ذلك أمرت الحكومة ببناء نظام من 15 حاجزاً لعرام العواصف وسدود وإنشاءات أخرى. الحواجز غير كافية، إنها جزء من النظام الذي يساعدنا في الحفاظ على أرضنا جافة. يبدو هذا الأمر بسيطاً، لكنه في غاية التعقيد. ما زال البلد يكافح تهديد الفيضانات. يعاد بناء السدود وتوسع الشواطئ وترفع الكثبان الرملية. تضررت روتردام تضرراً كبيراً من فيضانات عام 1953. حاجز ماسلاند هو واحد من أكبر المباني المتحركة في العالم، وهو يحمي الآن زهاء 1,000,000 نسمة. يصل طول كل من البوابتين الكبيرتين العائمتين إلى 240 متراً. شكلها الدائري يجعلها تتحمل قوة المياه القادمة. يغلق الحاجز فقط عند اقتراب عاصفة. ميناء روتردام البحري هو الأكبر في أوروبا، والحاجز مصمم لحمايته أيضاً. هذا الحاجز هو الوحيد من نوعه الذي يدار من قبل حاسوب. بذلنا جهداً كبيراً للقضاء على أي تعقيدات فنية. إغلاق البوابات يستغرق 2 ساعات فقط. يحدث هذا عندما يصل مستوى الماء إلى 3 أمتار. الجميع في هولندا يساهمون في الحماية من الفيضانات من خلال الضرائب التي يدفعونها. حتى أولئك الذين لا يعيشون بالقرب من الماء، يخصص أكثر من 1,000,000,000 يورو لبرنامج السيطرة على الفيضانات كل عام. تمول الحكومة أيضاً الجهود المبذولة لمساعدة أجزاء من مركز مدينة روتردام في جمع المياه الفائضة في حالات الطوارئ وتصريفها. هناك الكثير من المساحات المفتوحة في مواقف السيارات، ويمكنها استيعاب المياه الجارية في حال حدوث فيضانات. روتردام مهددة بشكل خاص بسبب موقعها الساحلي، ولأنها تقع على الدلتا التي يشكلها نهرا الراين وماس. تصميم مبتكر. هذه القباب مغطاة برقائق معدنية خاصة أخف من الزجاج ب100 مرة، وهي صديقة للبيئة
تبرد بالمياه السطحية وتدفأ بالطاقة الشمسية. أصبحت القباب المبتكرة مركزاً لسينما عائمة. في الجوار حديقة عائمة، جزر سداسية الشكل مصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره، ونباتاتها تستضيف الطيور العائمة. للحصول على ملاذ فريد من نوعه في المدينة، يمكن استئجار هذا المنزل العائم الصغير الذي يدعى ويكل بوت. إنه مصنوع من الكرتون المموج. يتسع القارب لأربعة أشخاص، ويحتوي الجزء الداخلي على مطبخ وحمام وغرفة معيشة وشرفة. يقع منزل ويكل بوت العائم هذا قرب مركز مدينة روتردام، مع سهولة الوصول إلى المعالم السياحية والمطاعم. نعود الآن إلى أمستردام، إلى منطقة آيبرغ وعقارها السكني الذي يتألف من 75 وحدة. إنه ليس مركباً ولا منزلاً، إنه هجين. طلبنا بناء الوحدات في حوض بناء سفن في إيسل، وهي بحيرة كبيرة شرق أمستردام. بتلك الطريقة لن تتوقف أعمال البناء بسبب الطقس السيء حتى في الشتاء. في ذلك الصيف عندما اكتملت الوحدات شحنت إلينا عبر الأهوسة. إنها مثبتة على أعمدة فولاذية دفعت 16 متراً في قاع البحيرة. صممنا الوصلات بحيث يمكنها سد الفرق في الارتفاع. سبب ذلك الفرق هو المد والجزر، لكنه ليس كبيراً، يصل إلى 60 سنتيمتراً. الوحدات قابلة للحركة، وأيضاً أرصفة الميناء التي تغطي خطوط المرافق المخصصة للغاز والماء والتدفئة وما إلى ذلك. وضعنا الخطوط في أنابيب مرنة متصلة بالوحدات، ويمكنها تحمل الارتفاع والانخفاض بسبب المد والجزر. صممت المستويات المختلفة أيضاً للتكيف مع المد والجزر. ترتكز الوحدات على أساس عائم يتكون من أحواض خرسانية محكمة السد. اخترنا الخرسانة لأنها ثقيلة وتزيح الماء بناءً على مبدأ أرخميدس. تستطيع الخرسانة اعتماداً على وزنها إزاحة العديد من الأمتار المكعبة من الماء. صنعنا أحواضاً خرسانية بأحجام مختلفة لموازنة الوزن. على سبيل المثال، الحمام ثقيل، لذا جعلنا الحوض الخرسانية على الجانب المقابل أكثر سماكة لموازنة الوزن الزائد. نفسر كل هذا للسكان، لذا إذا كان لدى أحدهم أريكة ثقيلة وبيانو على جانب واحد في الوحدة، يمكنه تغيير التوازن من خلال تركيب خزانات مملوءة بالهواء أسفل البناء. ماذا يمكن لهولندا أن تعلمنا أيضاً بشأن طرق البناء على الماء؟ يجب أن تتمتع بالشجاعة لتجربة شيء جديد. يمكن أن تحذو دول أخرى حذونا. يجب أن تكون أيضاً على استعداد للتجربة. استعانت هولندا أيضاً بمثال من مجتمع المنازل العائمة الشهير في مدينة سوساليتو في كاليفورنيا، الذي يرجع تاريخه إلى الخمسينيات من القرن الماضي. مثل الكثير من المجتمعات المبنية على الماء، بقي وضعه القانوني مبهماً لأعوام. واجهنا صعوبات أيضاً في الحصول على رهن عقاري. لم تستطع المصارف أن تقرر ما إذا كانت تتعامل مع مركب أو منزل، لذا كان علينا أن نأتي بحلول جديدة. في يوليو 2019 سجلت باريس أعلى درجة حرارة على الإطلاق، 42 درجة مئوية. يتعلم سكان المدينة التعايش مع التقلبات المناخية المتطرفة، من الحرارة المرتفعة إلى الأمطار الغزيرة والفيضانات. استضافت باريس مؤتمر التغير المناخي التابع للأمم المتحدة عام 2015،
حيث وضع المندوبون هدفاً للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى ما دون درجتين مئويتين في هذا القرن. المعماري الشهير والمتخصص في علم المحيطات جاك روجيري يعيش في هذا المنزل العائم وسط باريس منذ أكثر من 4 عقود. يقع قرب ميدان الكونكورد، وهو يتضمن أيضاً استوديو التصميم الخاص به. المغامرتان الكبريان اللتان تواجهان البشرية هما الفضاء والبحر. هذا هو مستقبل البشرية. يعمل روجيري على هذا المشروع المستقبلي منذ عقود. إنه محطة أبحاث في المحيط تدعى سي أوربايتر، على شكل حصان البحر. ما زالت المحطة نموذجاً. الارتفاع المخطط له هو 58 متراً، 31 متراً منها تحت سطح الماء، وستتسع ل22 عالماً. يقول روجيري: إننا نعرف عن البحر أقل مما نعرفه عن الفضاء. هناك ملايين المخلوقات لدراستها. على سبيل المثال، تنوع العوالق الحيوانية كبير بشكل لا يمكن قياسه. نحن لا نعرف سوى جزء ضئيل منها حتى الآن. العلماء الذين يدعوهم روجيري رواد الماء سوف يعيشون في حجرات ذات ضغط منخفض حتى يتمكنوا من المشاركة في رحلات الغوص في أي وقت. عشت تحت الماء، شاركت في 11 أو 12 تجربة تحت الماء، وسجلت أرقاماً قياسية عالمية في العيش تحت الماء. كان الأمر رائعاً. كان المتخصص في علم المحيطات السويسري جاك بيكار من أوائل الداعمين للمشروع. عمل بيكار في أعمق الأجزاء في المحيطات على عمق 11,000 متر. شجعني بيكار دائماً في أبحاثي بشأن المستوطنات تحت الماء، لذا قررت معه تطوير مختبر أبحاث يكون مشابهاً لمحطة الفضاء الدولية. يمكنه أن ينجرف مع تيارات المحيط ويوفر قاعدة للعلماء مثل خلية نحل. في إمكان النحلات العاملات الخروج وجمع البيانات العلمية عن البيئة البحرية. يقول روجيري إنه استلهم من أعمال اثنين من مواطنيه، جول فيرن وجاك إيف كوستو. في عام 1962 أمضى كوستو أسبوعاً في منشأته للأبحاث تحت الماء، كونشالف. كان يأمل أن يكون ذلك فجر عصر جديد من الاستكشاف البحري. في السبعينيات من القرن الماضي بدأ روجيري يتخيل هذا المستقبل من المختبرات والقرى الكاملة على قاع المحيط. إذا استمر التغير المناخي فإن فكرة المستوطنات تحت الماء قد تصبح شائعة من جديد. صمم روجيري مركز الأبحاث العائم الضخم هذا، وهو يأخذ شكل سمكة شيطان البحر. سوف يصل طوله إلى 900 متر وعرضه إلى 500 متر، ويتسع ل7,000 شخص. تصميمه تيتياروا يتصور غرفاً تحت الماء مصممة لقضاء الإجازات. في أحد الأيام سوف تكون هناك سياحة في الفضاء وأيضاً سياحة تحت الماء، مع منشآت مثل الفنادق ومراكز الأبحاث. هناك واقع جديد يتشكل، وهذا ضروري. مهندسون معماريون آخرون يواكبون الركب. شركة سولوس فور الأمريكية تخطط لإنشاء محطة أبحاث وملحق سكني قبالة ساحل بالي. المهندس المعماري الإيطالي جيان لوكا سانتوسوسو يريد إنشاء فندق عائم ضخم يدعى هايبر كاي، ويبلغ طوله كيلومتراً، وتشبه الوحدات الفردية فقرات العمود الفقري، ويصل إليه الضيوف جواً أو بحراً. شركة العمارة الألمانية جيفيرز بوديفال من برلين صممت فندقاً سيشيد على جزيرة هاينان الصينية. سوف تكون الأجنحة أسفل سطح البحر. جاءت ماركوت كراسويوفيتش بتصميم مبتكر لفندق منارة سوف يسخر طاقة الأمواج لتوليد الكهرباء. بعض المشاريع نفذت بالفعل، مثل لودج جولز البحري في فلوريدا
الذي افتتح عام 1986 ويصنف نفسه على أنه أول فندق تحت الماء في العالم. ولكن رفاهية المستقبل لها شكل آخر. هناك مثلاً فندق أتلانتس الفاخر على ساحل دبي، يحتوي على أكثر من 1500 غرفة، وحوضه يضم أكثر من 65 ألف سمكة. وهناك مطعم إيثا في جزر المالديف الذي يقع على عمق 5 أمتار تحت سطح البحر. والآن هناك في أوروبا أول مطعم مغمور بالكامل اسمه أندر، وهو يقع على الساحل الجنوبي للنرويج. تم تصميمه من قبل شركة سنوهيت المعمارية ومقرها في أوسلو. صممت نفس الشركة أيضاً هذا الفندق ذا 100 غرفة، والذي يقع أسفل نهر جليدي في المنطقة القطبية النرويجية. ما زال معظم المخططات أحلاماً للمستقبل، من تصميم حالمين مثل جاك روجيري. أنا حالم، لكنني واقعي للغاية. أجعل من أحلامي حقيقة، أبني أحلامي. وللقيام بذلك عليك أن تكون قادراً على التفكير بوضوح. سبب مجتمعنا الكثير من الدمار على مدى 100 عام الماضية، ونحن نواصل التدمير، لكن لا يمكننا أن نترك هذه الكوارث تستمر. علينا أن نجد الحلول وأن ننفذها خطوة بخطوة. رؤية أخرى للعيش البحري، أوشن سبايرل، حلزون المحيط، من تصميم الشركة اليابانية شيميزو. مدينة عائمة 5000 شخص، وعند وقوع أعاصير يمكنها الهبوط تحت سطح الماء. صمم المعماري الروسي ألكسندر ريميزوف سفينة نوح حديثة يمكنها أن تؤوي نحو 10,000 شخص. جاء تصميم ناطحة السحاب المائية هذه من ماليزيا، واحة مستقلة تنتج الأطعمة والكهرباء بنفسها لآلاف السكان. لكن هل هذه الأفكار مثالية؟ سوف تكون هذه إجراءات مؤقتة. لا أعتقد أن الناس يرغبون في العيش تحت الماء. اعتاد البشر على العيش على اليابسة. العيش تحت الماء ممكن تقنياً، لكنني أعتقد أن نوعية حياتنا سوف تصبح سيئة. سوف تتضرر المناطق الأقل ثراءً في العالم بشدة من تأثيرات التغير المناخي. سوف تتأثر آسيا تأثراً كبيراً. سوف تكون مومباي إحدى المدن، وجاكرتا أيضاً، وسوف تحدث فيضانات في أوساكا في اليابان. بالنسبة إلى الأمم المتحدة، فهي في حالة تأهب قصوى في الواقع. تواجه آسيا بكاملها تهديداً كبيراً من ارتفاع مستويات سطح البحر. تتخذ بعض المناطق الساحلية في آسيا بالفعل خطوات للتعامل مع ارتفاع مستويات سطح البحر. يتعين على جاكرتا نقل مركزها في إندونيسيا. عليهم نقل مركز المدينة بالكامل إلى مكان آخر على بعد 40 كيلومتراً. إنهم يعملون على تنفيذ ذلك بالفعل بحلول عام 2040 تقريباً، وأعتقد أن الوضع سيكون مماثلاً في مومباي أيضاً. يعيش زهاء 28 مليون نسمة في منطقة مومباي الحضرية. بني مركز المدينة على عدة جزر تقع في بحر العرب. هذه المنطقة منخفضة، ويشكل ارتفاع مستوى سطح البحر تهديداً حقيقياً. يقول المعماري النمساوي رامز النجار إن المدن الساحلية مثل مومباي يجب أن تتكيف مع هذه الظروف، ربما يتضمن ذلك بناء مجتمعات عائمة. أنا مقتنع بأن مدناً كاملة ستبنى على الماء في يوم ما. لا يمكنك الاعتماد على وضع حواجز مصنوعة من الرمل أو مواد أخرى. سوف يتعين بناء مدن على سطوح عائمة. قد يوفر هذا التطور الجديد عدداً من المزايا، بشكل خاص بناء بنى تحتية قرب مركز المدينة ومشاريع تولد الطاقة. يقترح رامز النجار استخدام التوربينات العائمة التي تولد الكهرباء باستخدام الماء. هذا المفهوم مشابه للمفهوم المستخدم في السدود الكهرومائية في جبال الألب النمساوية. تأتي التكنولوجيا من النمسا. لدينا خبرة كبيرة بشأن المحطات الكهرومائية. والعنصر الآخر
هو الجانب الإبداعي للمعماريين. رامز وشقيقه، وهو مهندس معماري أيضاً، يصممان مجتمعات قائمة على الماء منذ أعوام، وهما مقتنعان بأن هذه المشاريع سوف تتحقق. الأمر واقعي لأن العملية ستحدث خطوة بخطوة. لا أعتقد أننا سنشهد مشاريع عملاقة في المدن الساحلية، سوف تنمو المشاريع ببطء وبالتدريج. مع ارتفاع مستويات سطح البحر بسرعة كبيرة، هناك حاجة ماسة إلى الحلول. قد يضطر الملايين إلى النزوح بسبب تغير المناخ. هل تعرف كم سيصل عدد اللاجئين بسبب المناخ؟ سيصل إلى أكثر من 200 مليون، ما بين 200 مليون إلى 300 مليون لاجئ بسبب المناخ. إلى أين سيذهبون؟ سوف يأتي هؤلاء اللاجئون من الدول النامية والفقيرة. أين سيعيش 300 مليون شخص؟ هل ستستقبلهم بنغلاديش أو الهند؟ بالطبع لا. في الدول الساحلية المنخفضة مثل بنغلاديش لا يمكنهم فعل الكثير لإيقاف ارتفاع مستوى الماء. لا يمكنهم بناء الحواجز أو الهياكل الأخرى التي تحمي من الفيضانات كما نفعل نحن في ألمانيا وهولندا، لسبب واحد ألا وهو أنهم لا يمتلكون المال. وليس من الواقع ببساطة بناء الحواجز على طول خط الساحل، لذا حتى إذا ارتفع مستوى سطح البحر 50 سنتيمتراً فقط سوف يتأثر ملايين الناس. من المتوقع أن تتعرض 9 من 10 مدن كبيرة في العالم للتهديد بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر بحلول عام 2050. سيكون لزاماً عليها تطوير خطة طويلة المدى للتكيف مع واقعها الجديد. عليك أن تحدد إطاراً زمنياً معقولاً، ربما يصل إلى 100 عام، لكن ماذا تعني 100 عام في المخطط الكبير للأمور؟ يجب أن تكون لديك مخيلة كأسلافنا الذين بنوا الكاتدرائيات. أبناء أولئك المعماريين والبنائين لم يروا المشاريع المكتملة التي بدأها آباؤهم، حتى الأحفاد لم يروها أيضاً، لكن كانت لديهم رؤية للمستقبل. يجب أن تكون لديك تلك الرؤية. المستقبل هو مدة زمنية قصيرة في مسار التطور الإنساني. 100 عام أو حتى 500 عام لا تعني شيئاً. قبل قرون مضت كانت للناس نظرة طويلة المدى. أحد هذه المشاريع طويلة المدى هو تصميم جاك روجيري لمدينة عائمة قبالة جزيرة تاهيتي في المحيط الهادئ. ولنفس الموضع صمم معهد سيستادينغ ومقره الولايات المتحدة مدينة عائمة. صاحب الفكرة هو باتري فريدمان، حفيد ميلتون فريدمان، صاحب نوبل للاقتصاد، ومؤسس موقع باي بال، مشارك أيضاً في التمويل. وللفكرة بعد سياسي، إذ ستكون هذه المدينة التي يعيش فيها الملايين دولة ذات سيادة. لكن يجب أن تكون المجتمعات العائمة متاحة للجميع، ليس للأثرياء فقط. وبالتنسيق مع الأمم المتحدة، يطور مشروع أوشين إكس بهدف جعل المدن العائمة متاحة للكثير من المناطق الساحلية المهددة. هناك حاجة ملحة إلى هذه الحلول. نصف عدد سكان العالم تقريباً يعيشون على بعد 100 كيلومتر من الساحل. سوف تنمو مدن مشروع أوشين إكس وتتكيف وتؤوي ما بين 300 إلى 10 آلاف شخص. ربما يكون تهديد ارتفاع مستويات سطح البحر على بعد مرمى حجر. هامبورغ في شمال ألمانيا مهددة أيضاً. إنه خطر حقيقي. تقع هامبورغ على بعد 100 كيلومتر من الساحل، ويشير البحث إلى أنه إذا استمر مستوى سطح البحر في الارتفاع فإن خطورة عرام العواصف سوف تزداد ازدياداً كبيراً. Das tosende Meer bricht durch die Dämme und überflutet die deutsche Nordseeküste. Die schlimmste Sturmflut und Überschwemmungskatastrophe seit vielen Jahrzehnten kostet hunderte Menschenleben und macht vor der holländischen bis zur dänischen Grenze 100.000 Personen obdachlos. دمرت العاصفة الحواجز على امتداد مئات الكيلومترات من خط الساحل، وعزلت هامبورغ لعدة أيام، وشعر السكان المحليون بالعجز إزاء هذه الكارثة. وقد يكون الوضع اليوم أكثر خطورة، لأنه منذ عام 1962 ارتفع مستوى سطح البحر بمقدار 20 سنتيمتراً.
هذا هو ميناء هامبورغ، يعيش أكثر من 350 ألف شخص في هذا الجزء من المدينة، وهم ما زالوا مهددين بعرام العواصف، وهناك الكثير من المشاريع قيد التنفيذ لحمايتهم. هذا الممشى الجديد على امتداد نهر إلبي هو نظام حماية من الفيضانات من تصميم المهندسة المعمارية زها حديد. يرتفع الممشى نحو 9 أمتار فوق النهر. تبني هامبورغ الكثير من الحواجز الجديدة، وتبذل السلطات كل ما في وسعها، لكنني لست متأكداً مما إذا كان في إمكاننا حماية أنفسنا من العواصف الضخمة. على سبيل المثال، منطقة هافن سيتي التي بنيت في موقع الميناء القديم مهددة بشكل خاص. إذا ارتفعت مستويات سطح البحر عدة أمتار، أشك في أن نتمكن من منع حدوث فيضان هنا. إذا واصل منسوب المياه الارتفاع في بحر الشمال، قد تتأثر لندن أيضاً. هناك الكثير من المدن الكبيرة المهددة، ومن بينها لندن. إذا ارتفع مستوى سطح البحر مترين، أعتقد أن أجزاء عديدة من لندن سوف تواجه مشكلات خطيرة. يعيش زهاء 9 ملايين نسمة في لندن التي تقع على نهر التيمز. يعيش نحو الثلث في المناطق المركزية في المدينة على امتداد النهر. يصب نهر التيمز في بحر الشمال، وحركات المد والجزر البحرية تؤثر على مستويات مياه النهر في لندن. يقع سدس المدينة في منطقة مهددة بالفيضانات. ارتفاع مستويات سطح البحر سوف يعرض أكثر من 1,500,000 بناء هنا إلى الخطر. أصبحت عرام العواصف والفيضانات أكثر شيوعاً في بريطانيا. مطلع 2014 ضربت الجنوب عواصف مطيرة، وغمرت الفيضانات 5,000 منزل وانقطعت الكهرباء عن 140,000 شخص. وفي لندن فاض نهر التيمز على ضفتيه وأجبر الكثير من الناس على مغادرة منازلهم. صمم حاجز التيمز لحماية سهل الفيضان الذي يتضمن معظم مساحة لندن الكبرى من المد والجزر والعواصف التي تأتي من بحر الشمال. إنه واحد من أكبر الهياكل المتنقلة للحماية من الفيضانات في العالم، ويتألف من 10 بوابات فولاذية مغمورة عادةً حتى لا تعيق الملاحة البحرية، لكن يمكن رفعها في مواقعها عند الطوارئ. أعتقد أن تصميم حاجز التيمز هو أحد أفضل الأمثلة على التكيف حالياً. إنه يصل إلى نهاية عمره الافتراضي، وقد أجريت دراسات مكثفة لتوسيع قابلية استخدامه، واختبرت صلاحية عدة سيناريوهات، منها أن يصل ارتفاع مستوى المياه إلى 4 أمتار. لكن بعض الدراسات تتوقع زيادة تصل إلى 5 أمتار بحلول عام 2100. اكتمل الحاجز عام 1984 عندما كان العلماء يتوقعون ارتفاعاً أقل في مستويات سطح البحر، لكن الواقع الآن يفوق تلك التوقعات. أعتقد أن حماية لندن ممكنة. لندن مركز عالمي كبير، لذا ستوفر لها الحماية. ولكن مهما بلغ مدى حمايتنا لمدينة ضخمة أو لمدينة ساحلية ضخمة، يظل هناك دائماً خطر الفشل في الدفاع، لذا يجب مراعاة ذلك في التصميم. الحاجز في حاجة إلى تحديث، ومستويات سطح البحر ترتفع أسرع مما هو متوقع، لذا تتخذ لندن الإجراءات اللازمة وتعد مثلاً يحتذى به. بالتأكيد لندن هي مثال للمدن الساحلية الضخمة. إنها ليست ساحلية تماماً، لكنها من المدن التي يمكن أن تتأثر بالفيضان الساحلي. لكن هناك أمثلة أخرى في أنحاء العالم، على سبيل المثال حاجز موسى في بحيرة البندقية. وبالطبع هناك حلول مختلفة تناسب أماكن مختلفة، لكن قلة من المناطق الساحلية لديها حاجز ضخم مثل هذا لحمايتها من عرام العواصف. إذا وصلت مستويات سطح البحر الارتفاع، قد تضطر مجتمعات كثيرة لاتخاذ قرارات صعبة. ربما سينبغي التخلي عن بعض المناطق. في أجزاء من ويلز على سبيل المثال،
يعلم الناس أنه لا سبيل إلى إنقاذ مناطقهم. لا تملك الحكومات المحلية الأموال للحماية من الفيضانات، لذا عليهم البدء في التفكير بشأن مآلهم بعد 30 أو 40 أو 50 عاماً من الآن. المنازل العائمة مثل هذه المنازل في أمستردام يمكن أن توفر ملاذاً في الأزمة. في حالة الطوارئ مثلاً، يمكنك نقل المنازل العائمة إلى المناطق المتضررة بشدة بسرعة كبيرة لتأمين مأوىً مؤقتاً للناس. في الوقت الحالي، معظم الناس الذين يعيشون على الماء يفعلون هذا لأنهم يريدون ذلك. يمكنك أن تكون قريباً جداً من الماء، بحيث يمكنك أن تسبح أو تركب القارب في أي وقت تريده. المنزل العائم هو بمثابة امتداد للمدينة. تزداد كثافة السكان في المدن باستمرار وتزداد المباني ارتفاعاً، وما زال الماء غير مستغلاً إلى حد كبير للعيش عليه. في المجتمعات الغنية، المنازل العائمة أسلوب للحياة، طريقة لجلب الطبيعة إلى المدينة، لكنها توفر أيضاً أفكاراً جديدة للتكيف مع التغير المناخي. يمكنك إما العمل لمكافحة الماء من خلال بناء حواجز أكبر وما إلى ذلك، أو العمل مع الماء وتقبله، وهذا ما نحاول فعله في هذا المشروع. البحر يتجه نحونا ولا يمكن إلقاء اللوم إلا على أنفسنا. لو أننا لم نضخ الكثير من الغازات الدفيئة وثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي، لما حدث هذا الاحتباس الحراري والارتفاع في مستويات سطح البحر. إنها مشكلة نحن أوجدناها بأنفسنا.